ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموس. تفضل محمد، ماذا لديك من تفاصيل إذن؟ نعم، يعني بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه لمجموعة من الشبان على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالتحديد شرق وسط قطاع غزة، توجهت الطواقم الطبية وبعد محاولات حثيثة ومنعهم من الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النيران عليهم، تفاجأت هذه الطواقم الطبية بأن ما تم استهدافه هو 3 من الأطفال، وقد تم استشهادهم على الفور. أعمارهم تتراوح ما بين 12 والرابعة عشر ربيعا في تلك المنطقة، كانوا يلهون في أرض زراعية خاصة بهم. إذن هي فاجعة جديدة في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة أطفال في تلك المنطقة، حالة من الحزن تخيم على سكان القطاع جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي، مع العلم أن الاحتلال الإسرائيلي عندما قال في روايته، تحدث السيد إفخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال بأن الجيش استهدف مجموعة من الشبان حاولوا اجتياز السياج الأمني الفاصل ووضع عبوة ناسفة، ولكن عندما تم اكتشاف أن ما تم استهدافهم 3 أطفال في أرض زراعية قريبة من السياج الأمني، هذا يفند وأيضا يكذب الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن وضع عبوة ناسفة في تلك المنطقة. على أي حال، هذه اللحظات هي لحظات حزينة جدا على القطاع جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. حركة حماس، وعلى لسان القيادي فيها السيد صلاح البردويل، قال بأن هذه الرواية الإسرائيلية سريعا ما تم تكذيبها، من خلال أن هؤلاء الشبان اللي تحدث عنهم الاحتلال الإسرائيلي أصبحوا وظهر في النهاية بأنهم أطفال، وتم استهدافهم وتصفيتهم بدم بارد واستخدام القوة المفرطة في اغتيالهم بشكل متعمد، وهذا الشيء ليس بشيء جديد على الاحتلال الإسرائيلي. وقال أيضا بأن حركة حماس سترى كيف يمكن أن تكون آلية الرد على هذا الاستهداف واغتيال الأطفال في هذه الليلة. نعم، محمد أبو ناموس مراسل الغد من غزة، شكرا لك على هذه التفاصيل.